السلام عليكم، اهلا بيكم. هنعمل عيش بيتي منفوخ احلى من جاهز 100 مره. ده بقى معايا الفيديو، عندي كوبايه من الميه الدافيه وزيها كوبايه من الحليب، هزود معاهم معلقتين كبار من السكر، معلقه كبيره من الخميره الفوريه. ممكن تسيبي الخليط للخميره تتفاعل شويه، وممكن تشتغلي على طول لو الخميره عندك ضمنها. هحط عندي الدقيق 5 كوبايات 700 جرام، معلقه صغيره من البيكنج باودر ونص معلقه صغيره من الملح، وابتدي بقى اعجني لحد بقى ما العجينه تلم معاكي كده وميبقاش فيه دقيق خالص. هزود عليهم معلقتين كبار من الزيت بالمعلقه المعياريه، وعجيني بقى كويس قوي لحد ما الزيت يختفي خالص. ممكن تنزليه بقى على الرخامه، اقعدي رايح جاي كده 10 دقايق لحد ما تتكون معاكي عجينه ناعمه تكون طريه قوي. ممكن تلزق حاجه بسيطه، رجعيها البولة تاني وسيبيها بقى تتخمر ساعة او اكتر حسب بقى الجو اللي احنا فيه. كده بقى شكلها بعد ما خمر، خرجت منها الهواء. رشي بقى دقيق فوقيها وتحتيها وابدأي قطعيها. انا هقطعها ل 12 قطعة. خوري بقى كل الكور دي كلها، وبعدين هنغطيهم ونسيبهم يستريحوا 10 دقايق. بعد 10 دقايق هاخد اول كورة انا عملتها وابتدي بقى ارش دقيق وافردها، تكون بسمك متوسط، تبقاش رفيعة قوي ومتبقاش سميكة. وعلى مناديل المطبخ حطي العيش، مش هتحتاجي ترشي تحتيه دقيق. المناديل دي هتسهل عليكي ان انت تشيليها لما تيجي تسوي العيش، وكمان العيش مش هيلزق في المناديل. افردي بقى كل ال 12 رغيف، افرديهم كلهم، حطيهم كلهم على مناديل المطبخ. ده لو انت هتسويه على الطاسه. لو انت هتسويه في الفرن، حطيه على ورق الزبده على صاجه الفرن على طول. كل العيش اللي انا عملته بغطيه واسيبه يستريح ربع ساعه. ده اللي انا هسويه في الفرن برضو، لازم اغطيه واسيبه يستريح تقريبا ربع ساعه. وبعدين على طاسه بتكون حاميه بس الحراره بتبقى متوسطه، بحط العيش، واول ما يبتدي يعمل فقاقيع هوا كده بقلبه الناحيه الثانيه واسيبه 30 ثانيه كده، وارجع اقلبه على الناحيه الثانيه. هتلاقيه بينفخ معاكي. بصوا وقعدي حركيه بقى حركات دائريه كده، شايفين نفخ وبقى تحفه جدا. اقعدي بقى حركيه حركات دائريه كده عشان الحراره تتوزع كويس. اهم حاجه الطاسه بتكون سخنه والحراره متوسطه. ممكن بقى توقفيه على الجنبين كده عشان خاطر يتحمر من الجوانب عشان ما يبقاش ابيض كده. سيبيه بقى على جنب يبرد وقعدي اعملي اللي بعده. انا عملت شويه في الفرن وعملت شويه على الطاسه، وده اللي دخل الفرن. انا دخلت الفرن على حراره 220 على الرف اللي هو قريب من تحت، شكله تحفه جدا. هو اخد لون زياده من فوق بس طري وجميل قوي. بسيبيه يبرد وبعدين تغطيهم بقى عشان يتنهم تراي طول الوقت. يا رب بقى الوصفه تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، واستنوني قريب في فيديو تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.